قد تبين الرشد من الغي. ونحن كلمتنا اليوم في الرشد. هنالك طريقان للإنسان، طريق رشد وطريق غي. فكل ما لم يكن رشدا فهو غي، وكل ما لم يكن غيا فهو رشد، لأنهما طريقان لا ثالث لهما حسب ظاهر الآية المباركة. قد تبين الرشد من الغي. الغي معنى الضلالة. الرشد شيء قد يأتي بمعنى الهداية، لكن معنى الرشد هو أعم من الهداية وأجمل وأكثر استيعابا. الرشد قد يكون في إنسان، وقد تكون في أمة، وقد تكون في شعب، وقد تكون في حكومة، وقد تكون في جماعة. وفي قبال ذلك الغي. الرشد شنو معناه؟ الرشد نتمكن أن نلخصه في جملتين. يعرف الإنسان الأسباب والمسببات، ويعرف التمييز بين الصالح والأصلح. هاتان كلمتان يمكن أن نلخص بهما الرشد. وجملة القول أن يفهم الإنسان وأن يعي. رشد شنو؟ قد يكون الرشد في الجسم في مقابل الإنسان القزم، إنسان رشيد. قد تكون هذه الجملة وهذه الكلمة في إنسان، الرشد العقلي، الرشد الفكري. قد تكون في أمة أو جماعة أو حكومة، وقد ذكر يعني الرشد أن يكون الإنسان يفهم الأسباب والمسببات، ويفهم مفاضلة الأشياء بعضها على بعض. هذا شيء قد يوجد في إنسان يترقى تاجراً، عالماً، خطيباً، قاضياً، مرجعاً، حكومة، أميراً، ملكاً، رئيساً. قد يكون هذا الرشد يذهب من إنسان ينزل. الحكومة هكذا، والشعب هكذا، والأمة هكذا، والجماعة هكذا. وهو كلمة تسبب الصعود وتسبب النزول، غزها تسبب النزول. الآن ونحن مبتلى بقصة اليهود، أنا أنقل لكم أشياء رأيتها أنا في العراق، وحتى نعرف أننا لماذا سقطنا، وأنه كيف فقدنا الرشد، وأنه كيف نرجع إلى الرشد. أنا أذكر في العراق قبل 48 كان عندنا سوق في بغداد يسمى سوق الشورجة. هذه هي تجار اليهود الكبار، وفي الحقيقة أثرى أثرياء التجار كانت اليهود في بغداد. أنا أذكر
القانون العراقي ذلك اليوم كان يقول الميزان المواطن لا المسلم ولا اليهودي ولا المسيح، وإنما ميزان التساوي أمام القانون الإنسان المواطن. فاليهودي لك أيها المسلم أخ، ومن جاء من مصر أو إيران أو سعودية ليس لك أخ، ولو كان أخاك من أبيك وأمك، ولو كان أخاك في الدين. ذاك القانون العراقي ذلك اليوم قبل 48، وهذا ضد قانون الله سبحانه وتعالى. إنما المؤمنون إخوة، وإنما اليهودي والمسلم إخوة، إنما المؤمنون إخوة، نص القرآن. يعني كان هدما لقانون من قوانين الله، وقانون مصرح به في القرآن كتاب المسلمين الأول والأخير. اليهود اتخذوا من هذا القانون أفضل ذريعة للتغلغل في كل العراق، وإذا كنت تقول له هذا يهودي هذا مواطن، لأن المعيار المواطنية ليس المعيار الإسلام والإيمان. فالكويتي أجنبي، والسعودي أجنبي، والإيراني أجنبي، والمصري أجنبي، ولو كان من أكبر العلماء والكتاب، بينما اليهودي أخ، والمسيحي أخ، والملحد أخ. هذا القانون غير الرشيد في مقابل قانون الله الرشيد سبب ماذا؟ سبب أن اليهود تغلغلوا في كل أنحاء العراق، السياسية والاقتصادية والتربوية والاجتماعية والتجارية والزراعية، وإلى أعلى مستويات الحكم في ذلك اليوم، وهو مستوى الملك. اليهود قالوا لأنهم إخوة، ولا حق لك أن تقول إنه يهودي لأنه يقول لك إنه أخوك المواطن، لا بأس. هذا القانون الأول غير الرشيد الذي هيأ إسرائيل وفلسطين. جينا على الشيء الثاني. الشيء الثاني، أنا أذكر في سنة 48 لما صارت قصة فلسطين وقصة إسرائيل، الحكومة العراقية الجاهلة أعلن أن أموال اليهود في العراق هدر، بينما هذا أيضا كان مخالفا لقانون ثان من قوانين القرآن. قانون القرآن يقول لا تزر وازرة وزر أخرى، لأن هؤلاء في نظر الحكومة ذلك اليوم كانوا إخوة، وفي نظر الإسلام كانوا معاهدين. فقالت الحكومة كلمتها المشؤومة، وهي أن أموال هؤلاء هدر. ذول كانوا أقل تقدير 300,000 إنسان، بين تاجر وبين قاصد وبين دكتور وبين طبيب وبين مهندس وبين محام، وفي الحقيقة كانوا من أرقى الطبقات، والحق يجب أن يقال. هؤلاء كم لهم من أموال، وفي بين عشية وضحاها أموالهم عدر. هذا ضد قانون ثان للإسلام، وجهل أيضا، يعني غي. لماذا؟ لأن هؤلاء إذا أهدرت أموالهم يأتي ذات يوم يهدرون أموالنا، هذا شيء واضح، لأنهم هؤلاء لا يبقون إلى الأبد لا شيء، ونحن لا نبقى إلى الأبد شيئا. أهدروا أموالهم، فبيوتهم جمدت، البيوت المجمدة، وأموالهم أهدرت، وليس حق ليهودي إلا أن يأخذ فقط حقائب وينتبه إلى فلسطين فقط. وعلى هالمعدل نهبوا أموالهم على خلاف الإسلام والقرآن، لكن أمة بغير الرشد.
ولا يحق ليهودي يريد السفر من العراق إلا أن يأخذ معه جنطة أو جنطتين من الأموال الضرورية. القانون الثالث والتي سببت إسرائيل الكبرى الموجودة الآن، القانون الثالث أن كل يهود العراق يجب أن يخرجوا إلى فلسطين، وهذا قانون من أخطر ما يكون وأخطأ ما يكون. لماذا؟ لأن اليهود قبل سنة 48 في فلسطين كلهم 56,000 يهود كلهم، فأنت تزوده بالجيش من الخبرات والانتقام والحقد. لكن الناس إذا كانوا على الحكم نتيجة هذه النتيجة، وهذا قانون أيضا خلاف الإسلام وخلاف القرآن، لأن في سورة البقرة الله سبحانه وتعالى يقول: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. إخراج إنسان عن داره وهو ليس مشاركا في حرب أو ما أشبه حرام بالشريعة الإسلامية، حتى إذا كان يهوديا، حتى إذا كان مسيحيا، حتى إذا كان ملحدا. ثلاث قوانين الإسلام هدر: قانون أخوة اليهود، قانون نحو أموالهم، قانون إخراجهم من البلاد وإلحاقهم بمكان هم في حالة حرب مع المسلمين. فإذا فلسطين كان فيها 56,000، 100,000 من العراق راحوا، وكل البلاد هكذا صنعوا مع اليهود، كل البلاد العربية، يعني أغلب البلاد العربية، مثل نفس الشيء سوريا نفس الشيء. نحن لا نقول الآن مثالا لليهود، مثالا لنحن الذي عندنا رشد أو عندنا غي وعندنا فهم أو ليس عندنا فهم. نحن بحاجة إلى أن نكون رشيدين في الفكر، رشدا فكريا، رشدا عقليا. إذا أنت رشيد وأنت فرد تصعب، إذا أنت رشيد وأنت أمة تصعب، وإذا أنت رشيد وأنت حكومة تصعب، وإذا أنت رشيد وأنت شعب تصعب، وإذا أنت ما عندك قوة حتى فرد تنزل، حكومة تنزل. قد تبين الرشد من الغي. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول: وما أمر فرعون برشيد. عنده حكومة وعنده شخصية وعنده ألف شيء، لكن إذا عرفت موسى على الحق اتبعه. لا، ما أتبع عنه. وما أمر فرعون برشيد، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. نحن بحاجة إلى إسكاب الرشد في أنفسنا على مستوى أمة أو على مستوى فرد أو على مستوى جماعة أو على أي مستوى. وقلت أن الرشد إذا أردنا في قبال إسرائيل الرشد القرآني. نسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.